فجاتنا طبعا رجوان كانت مشاركه بمشاركه جميله جدا. شبيش شاركتي اليوم انت؟ شاركت بعلوان درنا وعلوان فلسطين. حاجتين وحده درنا. طب نحبوا نسمعون توا او ما نبدا بتاع درنا؟ وخلي وجهك للكاميرا هاي احكي ابدا بتاع درنا هاي. أنا الطالبة أرجوان عصام برويشة، عمري 6 سنوات، أدرس في مدرسة عمر بالعاص. أريد أن أحكي لكم قصيدة وهي بعنوان درنا الحبيبة. هاي توكل على أبدي. جهسيل درنا الحبيبة في سكون الليل، والوضع يا درنا عليك ثقيل، وادي عبر وادي عليك الصفا، شياب وعزايز غفلة واويل، واطفال ما زالوا لي في اللفة، يرحم رقيب الكون هو الجليل، يرحم منهم اليوم توفى، درنا اللي كانت به وضع جميل، يطرب الشاعر وين ما يوصفها، حزانة علي درنا، حزانة علي درنا، درنا اليوم السيل جرفها. هي عرب غزة تناديكم، هي عرب غيتوها هيا، هي عرب ملعار عليكم، هي عرب تنسوا القضية، هي هي عرب غيتوها، هي هي عرب هنوها، هي هي عرب قرار القمة، هي عرب طار انتظارة، هي عرب غارق في دمة، هي عرب طفل الحجارة، هي عرب اسم العروبة، هي عرب اسم الإسلام، هي عرب غيت المنكوبة، هي عرب يكفي استسلام، هي هي عرب غيت هي هي عرب هنوها. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظك. شكرا جدا يا أرجوان. عفوا. ما شاء الله، شكرا، المشاركة كانت حلوة.